طابت أوقاتكم يا أخوان، عمرك تساءلت ليه يقل أداء البطاريات بعد فترة من الاستخدام؟ بداية أتوقع كلنا نتفق بأن البطاريات فعلا اختراع عظيم، فلولاها لكان الجميع يشاهد هذه الحلقة بجانب الجدران. بدأت فكرة اختراع البطاريات بعد جدال بين العالمين غالفاني وفولتا، والسبب كان ضفدع. اللي صار إن غالفاني عندما مرر قطعة معدنية فوق أعصاب ضفدع مشرح لاحظ أن عضلاته ترتعش، فظن أن الكهرباء تصدر من العضلات بالأجسام وأسماها كهرباء الحيوان. لكن فولت اختلف معهم مؤكدا أن الشحنة الكهربائية كانت صادرة من المعدني نفسه. وعشان يثبت نظريته جمع حزمة من معدني الزنك والنحاس وبينهم قطعة قماش مبللة بمحلول ماء مالح. لاحظ أن الإلكترونات تنتقل من الزنك إلى النحاس وتكتسبها أيونات المحلول مولدة تيار كهربائي بفضل عملية تسمى الأكسدة والاختزال. هذه العملية الكيميائية مكنتنا من الحصول على طاقة متنقلة. مع ذلك لا تزال البطاريات محدودة القدرة وسرعان ما تنتهي. وهنا جت فكرة إعادة شحن البطاريات عن طريق عكس عملية الأكسدة والاختزال بتزويدها بالكهرباء. أنواع البطاريات القابلة للشحن كثيرة، لكن بعضها يعاني من مشكلة فقدان الذاكرة. أي نعم يا صاحبي، البطاريات تنسى. فعلى سبيل المثال بطاريات النيكل ميتل هيدريد القابلة للشحن تحتاج لتفريغ شحنتها تماما قبل إعادة شحنها مرة أخرى. فإذا تم شحنها قبل نفاذها تماما بشكل مستمر تتراكم مواد كريستالية وتأخذ مساحة من السعة الأصلية للبطارية، فتنسى البطارية سعتها الأصلية. أما بطاريات الليثيوم آيون الأكثر انتشارا فإنها لا تعاني من هذا الزهايمر التقني، لكن برضو هذا لا يعني أنها تعيش للأبد. فعندما تشحن جهازك تقوم بتزويده بالإلكترونات، فتنتقل أيونات الليثيوم لالتقائها في القطب السالب، وعند استعمالك للجهاز تتدفق هذه الإلكترونات إلى القطب الموجب مولدة تيار مناسب للجهاز. ولأن أيونات الليثيوم والإلكترونات علاقتهم وطيدة ترجع الأيونات مرة أخرى إلى القطب الموجب. كثرة انتقال أيونات الليثيوم تؤثر على الجسر الرابط بين القطبين، وعشان كذا تكون بطاريات الليثيوم محدودة بعدد دورات شحن معينة قبل أن تفقد الجودة، فكل شحنة كاملة تعادل دورة واحدة. بعد الأجهزة الإلكترونية اجتاحت البطاريات وسائل النقل، فوصلت إلى السيارات والقطارات بل وحتى السفن، فسفينة يارا بيركلند النرويجية متوقع أن تبحر هذا العام. أما بالنسبة للطيران التجاري فالوضع صعب شويتين على الأقل حالياً.